السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني والثانوي العلمي، أسعد الله أوقاتكم. نحن اليوم سنأخذ درس التطور وأدلته. عزيزي الطالب، لقد ظهرت أحياء على كوكب الأرض منذ مئات السنين، وتطورت هذه الأحياء عبر مراحل مختلفة لتصل إلى أشكالها الحالية. عزيزي الطالب، من خلال دراستك أنت لمراحلك السابقة، شاهدت أحيانا نباتات موجودة بعدة بيئات. هذه النباتات لها أشكال معينة، مثلا الزهرة، أنت تحاول دائما أن تتلمس هذه الزهرة، تشوف، تنظر إلى السبلات، البتلات. هناك تفاوت، هناك تباين بعدد هذه السبلات والبتلات وأيضا أعضاء التكاثر. ولكن أنت تلاحظ أيضا أن هناك حجوما لهذه الأزهار وألوانا مختلفة، وهناك تساؤلات دائما، لماذا هذا الاختلاف؟ لا بد أن هناك مسيرة ما في التطور طرأت على هذه النباتات أو حتى الحشرات في عدة بيئات. يمكن أن نجد الحشرات لها أشكال فموية مختلفة متعددة، ولكن السؤال دائما الذي يراود الطالب، ما هو الذي طرأ على هذه الحشرات حتى استطاعت أن تغزو جميع البيئات؟ هل هو تكيف؟ هل هو تغير؟ هل هو طفرة؟ سنتعلم اليوم أن لدينا ما يلي. انظر إلى الصورة التي تبين الاختلاف بين الكائنات الحية عبر الزمن. إذا هناك أحياء بسلم التطور، هذه الأحياء تطورت من البسيط إلى المعقد، فالمعقد والأكثر تعقيدا وهو الإنسان في قمة سلم التطور. عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تستنتج أن التطور له مفهوم؟ ما هو مفهوم التطور؟ إن التطور يدل على التغيرات الوراثية المتراكمة في المتعضية عبر عدة أجيال، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة. مثلا هناك جماعات من نفس النوع، لكنها تستطيع هذه الجماعات أن تتكيف مع بيئات عدة. ما هو السبب؟ هل السبب هو سلسلة تغيرات أدت إلى ظهور جماعات وأفراد أكثر تكيفا مع البيئات الجديدة، مثل ما ذكرنا هذه النباتات؟ لماذا هي أزهارها لها عدة أشكال، لها عدة حجوم، لها عدة ألوان، أعضاؤها عدة أجزاء؟ ما هو السبب؟ وأيضا الحشرات التي ذكرنا على تغير في، ممكن يكون بالقطع الفموية. إذا هناك تغيرات، سنستنتج أن هناك تغيرات على المورثات وأدى ذلك إلى تغيرات في الأشكال. إذا بالنهاية سنصل إلى المقصود بالتطور البيولوجي، هو ظاهرة يتغير من خلالها التركيب الوراثي للجماعة عبر عدة أجيال. علماء التطور، عزيزي الطالب، حاولت أن تضع بعض الأدلة عن هذه الأحياء كيف تطورت بما يلي. أولا أدلة علم المستحاثة، إن الأحفوريات نتيجة التنقيب الدائم عن الأحفوريات، ووجد هناك أنواع تركت مستحاثاتها في باطن الأرض في الصخور الرسوبية، وهي غير موجودة الآن، هي أنواع منقرضة. هذا يدل على أن الكائنات الحية المختلفة عاشت على الأرض خلال فترات مختلفة من كوكب الأرض، مما ساعد العلماء في إعادة بناء التاريخ التطوري للأنواع الحية. علم التطور وعلم المستحاثة أدى بنتيجة الدراسات المختلفة على بعض الأحياء. مثلا هناك شجرة الخيول، عند دراستنا للمستحاثات من نسل الخيول وجدنا هناك تطور. ما هو عزيزي الطالب هذا التطور الذي طرأ على الخيل؟ الذي نجده الآن خيل قوائم طويلة، نمط عشبي بغذائه، الأطراف أصبحت ملائمة للجري السريع. لاحظ السلف الأصلي لهذا الحصان، النمط أو نوع الأقدام
الآن لديه هل هي متشابهة مع النمط الحالي؟ لاحظ حجم الحصان، لاحظ قربه من الأرض، نجد أن هذا الحصان أصبح لديه ما يسمى بالحافر، وهو نتيجة التلاؤم الذي لائم البيئة التي يعني يستطيع من خلالها هذا الحصان الجري السريع. ووجد أيضا أن الأسنان أصبحت تلائم النمط العشبي. أما علماء التشريح المقارن عزيزي الطالب استطاعت أيضا أن تبين لنا بعض النقاط المهمة بعلم التطور. لديك الأشكال التالية: الطرف الأمامي لكل من الإنسان، القط، الحوت، الخفاش. إذن هناك هذه الأطراف الأمامية لعدة ثدييات. لاحظ عزيزي الطالب من خلال الرسم أن الساق هنا بالنسبة للساعد، عفوا الساعد، عظم الساعد عند كل هذه الحيوانات الثدية. إذن اللون هو يدل على أن هذه هي عظمة الساعد عند الفقاريات، ولكن هناك تباين بأداء الوظائف. مثلا الإنسان لدينا اليد تساهم بما نفعله من أفعال حياتية يومية. أما القط، لاحظ أن اليد عند القط أصبحت تلائم نمط التغذي لديه، نمط الافتراس. مثلا هناك الأصابع هي أخذت شكل يناسب مسك الفريسة، يناسب مسك هذا النمط، يلائم هذا النمط من التغذي. أما الحوت فنجد أن الطرفان الأماميان لدى الحوت أصبحت زعنفتين، هاتين الزعنفتان تستطيعان أن توجه الحوت أثناء السباحة وتؤمن له السباحة داخل الماء. إذن هي طرف أمامي ولكن تكيف لأداء وظيفة السباحة. أما الخفاش فنجد تحول الطرفان الأماميان لجناحين، هذا الخفاش يستطيع الطيران في الهواء. الطرف الأمامي أجلي جناح، الطرف الأمامي تحول لجناح ملائم للطيران. ولاحظ عزيزي الطالب استطالة الأصابع، استطالة شديدة للأصابع. أما الأصبع الأول أصبح حرا، هذا الأصبع الطويل أصبح حرا بعيد عن بقية الأصابع ويشبه الخطاف، وهذا يلائم كيف يستطيع هذا الطائر أن يتدلى على الأشجار ويتعلق بالأشجار. إذن هذا الشكل يبين عزيزي الطالب أن الأعضاء المتقابلة للأطراف بين الفقاريات كالثدييات مثلا، فوجدنا هناك تشابها في الهندسة البنائية لكل منها، مما يدل على أن لها سلفا مشتركا واحدا. فالتساؤل الذي دائما يطرح نفسه عزيزي الطالب: كيف تفسر اختلاف أشكال هذه الأطراف الأمامية؟ الجواب: إنها تكيفت لأداء وظائف مختلفة. عزيزي الطالب هذه الصور تبين هناك علم يسمى علم الجنين، قدم أيضا أدلته ليوضح لنا هذا التشابه بين الفقاريات وتحديدا الثدييات والطيور والزواحف والأسماك. إذن هذه الأجنة في مراحل مبكرة نشاهد أنها متشابهة، جنين السمك يشبه شكليا جنين الزواحف والطيور، وجنين الطيور يشبه جنين الإنسان. ولكن لماذا هذا التشابه بالمراحل المبكرة لهذه الأجنة، وكيف هذه الأجنة تطورت إلى كل نوع معين؟ فنجد أن هناك سمك يختلف عن الزاحف، يختلف عن الطائر، يختلف عن الإنسان. إذن هناك اختلاف في مراحل يعني فيما بعد، أما في مرحلة التنامي الجنيني هناك تشابه. فماذا قدم علم الجنين؟ قال أن هناك جزء مشترك من الـ DNA مشترك ما بين كل من السمك والزواحف والطيور والإنسان في المراحل المبكرة من التنامي الجنيني. إذن هناك مناطق متشابهة من شريط الـ DNA في المرحلة الجنينية المبكرة. أما كيف سنفسر هذا الاختلاف
الذي أدى إلى ظهور السمك والزواحف والطيور. إنسان كل لا يشبه الآخر فيما بعد في المراحل المتأخرة من التنامي الجنيني، وهذا يعود إلى وجود جزء مختلف من الـ DNA الناتج عن عملية التغير للمادة الوراثية بمرور الزمن. إذن هناك ما يسمى بالتغير بالذخيرة الوراثية في شريط الـ DNA في المراحل المبكرة. كان هناك جزء مشترك بين هذه الأجنة التي تعود لأنواع مختلفة أما من الفقاريات، أما فيما بعد هذه الحيوانات أو هذه الكائنات أصبحت على اختلاف. ما سبب هذا الاختلاف في المراحل المتأخرة من التنامي الجنيني؟ يعود السبب إلى أن هناك تغير في الذخيرة الوراثية، ولكن عبر الزمن طرأ هذا التغير. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى أدلة علم المناعة. أيضا علم المناعة استطاع أن يفسر لنا آلية التطور التي طرأت على الأحياء خلال عدة سنوات أو خلال ملايين السنين. علم المناعة قدم تفاعل مناعي ما بين ضد ومستضد، فهذه التفاعلات المناعية تحدد درجة القرابة بين الأنواع. فأشار الباحثون إلى أنه كلما كان الارتصاص أو الترسيب شديدا أثر التفاعل المناعي كانت القرابة أكبر وخلافه صحيح. فالصورة تبين، لديك الصورتين لقرد والكنغر، هل هناك من تشابه فيما بين هذين الكائنين؟ التجربة هي كالتالي: تم حقن العلماء يعني بتجربة الضاد الإنسان في دم القرد وإذا الضاد إنسان حقنت في دم القرد، وهذه الأضداد حقنت أيضا في دم الكنغر أو أحد الطيور. فالنتائج كانت كالتالي: عندما قام العلماء بحقن أضداد الإنسان في دم القرد حدث هناك ترسيب بنسبة 50%، أما عندما قام هذا العالم بحقن أضداد الإنسان في دم الكنغر أو أحد الطيور لم يحدث هذا الترسيب المناعي بين الضد والمستضد. كيف نفسر ذلك؟ علما أنه كلما كان الترسيب شديدا أثر التفاعل المناعي كانت القرابة أكبر وخلافه صحيح. إذن عزيزي الطالب، نفسر أن حدوث الترسيب بنسبة 50% عندما حقن هذه الأضداد الإنسان في دم القرد معنى هناك تشابه بين القرد والبشر بنسبة متوسطة، هو الذي أدى إلى حدوث الترسيب، وهذا الترسيب لم يحدث بين أضداد دم الإنسان والكنغر أو أحد الطيور. ذلك يدل على عدم وجود أي صلة تشابه أو قرابة بين هذين الكائنين، الإنسان أو بين الإنسان والكنغر أو الإنسان وأحد الطيور. ننتقل الآن إلى دراسة أو الإجابة عن بعض الأسئلة الآتية. ما المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي؟ ظاهرة يتغير من خلالها التركيب الوراثي للجماعة عبر عدة أجيال. الجواب: التطور البيولوجي. 2. سلسلة التغيرات التي تصيب النوع وتؤدي إلى ظهور جماعات أو أفراد أكثر تكيفا مع البيئات الجديدة. الجواب هو التطور. عزيزي الطالب، أعطي تفسيرا علميا مناسبا لكل مما يأتي. وجود الجيوب الغلصومية لدى أجنة كل الفقاريات في المراحل المبكرة. إذن هنا شفنا الجيوب الغلصومية في مراحل مبكرة، كيف تفسر وجودها عند أجنة كل الفقاريات في المراحل المبكرة؟ الجواب: هذا دليل على أنها انطلقت من سلف مشترك بسبب وجود جزء مشترك من شريط الـ DNA يحمل المورثات ذاتها. السؤال الثاني: أعطي تفسيرا علميا
اختلاف أجنة الفقاريات في المراحل المتأخرة من التنامي الجنيني أدى ذلك إلى تشكيل أنواع جديدة؟ الجواب: لوجود جزء مختلف من الـ DNA الناتج عن عملية التغير الذي أصاب المادة الوراثية بمرور الزمن. أيضا عزيزي الطالب، أعطي تفسيرا علميا: عدم حدوث ترسيب عندما تم حقن الضاد الإنسان في بلازما دم الكنغر. الجواب: لعدم وجود قرابة مناعية. عزيزي الطالب، درس التطور من الدروس الممتعة. لديك الواجب المنزلي، لابد أن تبحث في مصادر التعلم عن العلاقة، أو هل يوجد هناك تشابه بين الحوت وفرس النهر. ابحث أكثر في السلف المشترك الذي على مر السنين أدى إلى وجود هذين الكائنين. هل الحوت كان يعيش في بيئة نفس بيئة فرس النهر؟ لماذا كل منهما الآن له بيئته المائية المختلفة؟ هل هي شفرات وراثية؟ هل هو تغير بالذخيرة الوراثية؟ ما التطور الذي أصاب كل منهما حتى استطاع التكيف مع بيئته الحالية؟ بنهاية درسنا اليوم أعزائي الطلاب الصف الثاني الثانوي العلمي، أتمنى لكم أن نكون قد حققنا الهدف من هذا البحث، ودمتم بخير.